السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا الخط نتاع السكك الحديدية الرابط بين مدينة حاسم سعود الجديدة وكذا مدينة توغورت على امتداد مسافة 150 كيلومتر. وللعلم أن هذا الخط عنده ثلاث محطات، واحدة في توغورت والثانية في المدينة الجديدة نتاع حاسم سعود، وكذا المحطة الثالثة في منطقة صناعية البترولية تاع حاسم سعود. إذا هذا هو يعني المحتوى تاع المشروع هذا، نخليكم تتابعوه والسلام عليكم.